السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الشاطئ والسينا، حياكم الله جميعا. غلطان اللي يعتقد أن تربية الطيور مجرد تسلية أو هواية للسلبية. بالعكس، هسه خاصة هاي الـ20 سنة اللي فاتت أثبت أن تربية الطيور فن ومهارات، وناس تدخل كورسات ودورات، وإحنا كذلك طبينا كورسات وكتب كتب كثيرة درسنا هواية عن تربية الطيور. من ضمن هذه التربية شلون أهيئ الطائر، أعلمه شلون يلعب كرة السلة أو يجمع الأشياء، ينطي يحط الفلوس بالحصالة. البداية من صار عمره شهر ونص أعلمه شلون أثبته بالقاع، لأن الطيور طبيعة بارزتها من يبدأ يطير يروح أقصى مكان وأعلى مكان يقعد بيه. إحنا هاي أول مرحلة قبل لا يبدأ يطير بقوة أثبته بالقاع. هاي الطريقة، أول شيء أفطمه، طريقة الفطم قرأتها بكتاب أجنبي، إنه من تريد تعلمه ياكل تحط له هالشكل مثل ملاعيب، تخليها قدر الإمكان ملاعيب يحبها، والببغاء يحب المرح واللعب. هاي أشياء بسيطة يعني عادية ما تكلف، تخلي له بيها السيريلاك يثبت بالقاع، ومن يخلص أكل يظل يلعب بيها. من يثبت بالقاع بعدين أبدأ وياه التمارين. هاي جدا مهمة ان الطائر يثبت بالقاع. اكثر المربين يشتكون يقولون طائري من ياكل يشبع يطير ويحط على البرده او يحط على الشبات وبعد ما ينزل. بهاي الطريقه راح يثبت. والسؤال الثاني دائما تكرر، ليش ما تحط لك كاسكو، ليش ما تحط لك المكاو، وليش ما تحط لك الامازون، وليش ما تحط لك دجاج كبار. اي واحد يسأل هذا السؤال يشوف بعد عمر 40 سنة راح تتغير المفاهيم، وراح تتغير الأفكار، وراح تتغير الطموحات. أنا ما خليت طير إلا ربيته، بس من تقدم العمر وصرت من أقعد ويا طول هواي راح يصير بيا حساسية، أتحسس من الطيور والربو يصعد. فالشباب ودائما حتى أقاربي الشباب الصغار يسألون ليش ما تربي، ليش أنت عندك إمكانيات، لكن العمر من تقدم صعب يصير فادي لهم عناية. والطيور مو مجرد طائر تخليه، طائر مسؤولية مثل الطفل تربيه، لو صار بيه شي تمرض أو مات الضمير يأذيك، ودائما تفكر تحس بالندامة وتحس بأنك قصرت بحقه. الطيور مسؤولية مو مجرد تجيبه وتخليه. شوف الحمد لله والشكر الله ياكل ويعتمد على نفسه بالأكل، بعد يقشر هو يقشر البذور وياكلها، بس هاي بداية. إن شاء الله مستقبلا عقب ما ثبت الجاع راح أبدي وياه شلون يعطيني الفلوس خليها بيدي، وبالتالي أنا محضر له حصالة شلون نبدأ مثل التمارين السابقة، شلون أعلمه يحط الفلوس بالحصالة صندوق التوفير. وهذا الراهب من الطيور الذكية. وقبل لا تفكر أي شيء تشوفه باليوتيوب أو بالتلفزيون يعجبك، مو رأسا تروح تشتري، فكر أنا عندي إمكانيات أعتني بيه أو أتحمل مسؤوليتي. هذا الراهب يحتاج دائما. هسه انا جاي احكي وياك وهو قاعد بحضني ويلعب، تحطه بالقفص اكيد مزعج، ماكو شيء الا بي مثل ما يكون ضريبه، ضريبه الازعاج، ضريبه ايراد العنايه. خاف تشتري لك طير غالي وتالي تتندم تشتري، بس تريد تتخلص منه. قبل لا تشتري اعرف الطائر سلبياته وايجابياته، اسال عنه اقرا عنه، شنو سلبياته شنو ايجابياته. اصدقاء واقارب هواي يشترون طيور تالي يتندمون يقول حرامات اشتريته، بس اريد يتخلص منه، تعالوا فكوني من عنده، شبعت من عنده. قبل لا تشتري شوف نفسك عندك قدرة تعتني بيه، لو ما عندك قدرة عائلتك يتحملون ولا ما يتحملون، ولا تسبب لهم مشاكل. حياكم الله.